مشاهدينا الكرام في كل مكان، ليلة صافية رائعة، جو كورة يا جماعة. لو كنت مكان اللاعبين سأسجل هاتريك في مباراة اليوم، كل شيء جاهز لمتابعة ممتعة. سبع المدافعين، كرة طويلة إلى الأمام، تسديدة في اتجاه المرمى، يقطعها في الوقت المناسب، أداء رائع جدا من المدافع. رياض محرز يحاول أن تسديدة، وتدب الحياة في المباراة أخيرا هنا في الشوط الثاني. لا يمكن أن يضيع مكان الكرة، لو كنت مكانه بالتأكيد سأسجل. تساهلوا في الضغط عليه، استحقوا العقاب منه. يبحث عن زميله، كرة تصل للاعب، فرصة للتسديد.